ليس مهماً أن تصبح عداءً ماهراً أو بطلاً رياضياً، إنما المهم أن لا تخسر صحتك جراء الكسل وعدم ممارسة الرياضة. وقبل القيام بالتمارين الرياضية، ضع في ذهنك أن الرياضة ليست مفتاحاً سحرياً لمشكلاتك الصحية، ولهذا لا تتوقع نتائج فورية وسريعة، فالأمر يحتاج إلى عدة أسابيع لتشعر بالتغيير نتيجة ممارسة الرياضة. فمن المهم أن نبدأ النشاط البدني بتمارين الأحماء، فهي عملية تهيئة بدنية ونفسية للقيام بالتمارين الرياضية أو الانخراط في نشاط بدني، وتكون عن طريق الزيادة التدريجية للنشاط المبذول. ابدأ تمرينك الرياضي بالأحماء عن طريق حركات خفيفة كالمشي أو الجري الخفيف لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم يمكنك القيام بحركات خفيفة لشد عضلات الجسم، فذلك يساعد على تدفئة العضلات. ولتحريك المفاصل بشكل أكبر، يمكنك تسخين درجة حرارة الجسم وزيادة تدفق الدم قبل البداية الفعلية للتمرين. لصحتك وسلامتك، لابد من التدرج في إنهاء التمرين للمساعدة على إعادة الدم إلى القلب واستعادة الأكسجين ولمنع الشعور بالألم في العضلات.